في الجانب السياحي كما ستلاحظون كاين واحد المنتجع سياحي اللي غادي يشجع الناس الزوار ديال الجماعه، والتي تزخر واحد المجموعه ديال المؤهلات. كاين سكنه قديمه واللي المعمار ديالها والشكل ديالها انه يثير الناس انها تجي تزور هذه المنطقه. كاين تراث ثقافي وتراث معماري في المنطقه الجبليه اللي عندنا. كاين المنطقه ديال الرشيده اللي غنيه على التعريف، كان قلاع ديال بني خلفتان، المطاهره، ادمر، واحد البناء قديم. وكاين تراث ولا مؤهلات طبيعيه، واحد المجموعه ديال العيون اللي كاينه في المنطقه الجبليه، عين الكرمه، عين العصو، عين راس الماء. بدينا الموسم ديالنا في تقريبا في شهر في الاواخر ديال شهر 7، من بعد ما تفتحت بعد الحجر الصحي، وبعد مواكبه كانت من السلطات المحليه اللي انفيتاونا اننا نبدا وشجعونا اننا نبدا ونغبخوني عاوتاني ونخدموا اكثر على السياحه الداخليه. الحمد لله رانا درنا كاع لي ميزور سيكوريتي اللي واجبه واللي مطلوبه منا، ودرنا مثلا كنا كنخدموا باقل منطقه استيعابيه ديالنا اللي كانت في الاول 50، دابا وصلنا اللي كنديروا 70 بعد ما تخفات شويه الامور. وتن ايسايو اننا نجيريو، خص كاين واحد لا دوموند كثيره من عند السائح المغربي انه يجي للاماكن بحال هذه من بعد الحجر الصحي، وفي نفس الوقت اننا نقدموا برودوي اللي يكون ودي سيرفيس اللي يكونوا مزيانين للسائح على اونيفو لوكال. كاع الاكثريه خص يجيو عندنا الناس من قرسيف ومن مناطق المجاوره كاع الاقليم قرسيف. المنتجع كيتوفر على مخيم سياحي اللي كيستقطب بزاف ديال الناس بلي كومبين كار ومن دي ناسيوناليتي كثيره، وكتستقطب بزاف ديال الناس اللي جايين دو باساج يطلعوا يديكوفريو المغرب ويشوفوا مثلا مناطق بحال الصحراء ولا الشرق. ولا كمستثمر في هذا المجال كنطمحوا لاننا ان شاء الله نوسعوا المشروع بغرف اكثر، ب ما ديزاكتيفيتي ولا دي اتراكسيون اكثر من هنا قدام، في اطار ممكن مشاريع اللي تلقاتهم الدوله ومبادرات مثل مبادره انطلاقه اللي هي تقريبا كما تيقولوا على طبق من ذهب تعطات للمستثمرين كاملين، وبرعايه صاحب الجلاله محمد السادس. كنتمنى كاع الناس يجيو لهاد المنطقه هادي حيت منطقه زوينه بزاف وهي المتنفس الوحيد اللي كاين في قرسيف كامل. وبالنسبه للو سيرفيس راه عندهم سيرفيس زوين، والدراري اللي مقابلين هاد الكابتشاتموز يعني غاديين بطريقه زوينه، وكنتمنى كاع الناس تقرسيف يجيو. بالنسبه باش تمشي شي بلاصه اخرى راه ما كاينش، يعني تجي لهنا احسن لك انت وعائلتك. كاينين دي شومبر، كاين ريستورون زوينه، كاين بلايص تقدر تنفس فيهم، كاينين الخيول،